السلام عليكم ورحمة الله. مجددا في مادة الإجهاد وصلنا، يعني يمكن بيطلع لنا آخر شابترين، الشابتر هذا اللي حاحكي فيه عن التروما وأنواع التروما، والشابتر الثاني اللي هو how to cope with stress and trauma، وكيف بدنا نتعامل مع الستريس والتروما. خلصنا المرة اللي فاتت الكومباشن فاتيج اللي هي إجهاد الرحمة، وخلصنا قبل الاحتراق الوظيفي وأنواع الاسترس ما قبل ذلك. الآن بدنا نحكي في البي تي اس دي، شابتر لحالها، الصدمة النفسية، نوع من أنواع الصدمات ونوع من أنواع الإجهاد. بس هنا وصلنا لشيء اسمه أكثر خطورة من الأشياء التي مرت معانا، اللي هي ديس أوردر، يعني اضطراب نفسي. تروما اند ستريس ريليتد ستريسرز ريليتد ديس اوردر، اللي هي الاضطرابات اللي بتأثر على اللي بتتطور بعد الحدث الصادم. ايش هي الاضطرابات؟ عندنا اضطرابين اساسيين اللي هم التروما، البي تي اس دي، وال اكيوت ستريس ديس اوردر. الفرق بينهم رح نحكي فيه كمان شوية، نفس الأعراض بس الفرق في الديوريشن. البوست تروماتيك ستريس ديس أوردر يعني اضطراب كرب ما بعد الصدمة. ريكوجنايزنج بي تي اس دي، بدنا نفهم شو هي البي تي اس دي، هاو كومن از ات، قديش معدل انتشارها، هاو از موست ات ريسك، مين الناس الأكثر عرضة لتطوير البي تي اس دي، وات تريتمنت ار افكتيف، ايش أفضل العلاج اللي لازم يكون موجود، وهاو ذا بي تي اس دي كونسلتيشن بروجرام كان هيلب، وايش اللي ممكن تساعدنا البرامج او الاستشارات في 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 تخفيف حده البي تي اس دي. The technical diagnosis of PTSD and why is it important. في عندي مشكلة عندنا كانت في تشخيص البي تي اس دي، لأنها بتصاحبها أحيانا أعراض في أحد اضطرابات القلق، يعني كانت زمان والآن صارت اضطراب لحالها هي ومجموعتها. بعض الأعراض مشابهة لأعراض القلق، بعض الأعراض فيها أعراض تبدأ بداية أعراض اكتئاب. فهنا المشكلة عندي في بي تي اس دي، خصوصا يعني في قطاع غزة عندنا كتير حالات بيصير معاها بي تي اس دي بس بتكون شوي، كتير حروب عندنا في فلسطين، حاجة بنسميها ترانس جنريشن تروما، اللي هي التروما المنتقلة عبر الأجيال. احنا يمكن من 36 لل 48 لل 63 لل 56 قبلها للانتفاضة 87 لل 2000 للحروب اللي مرت علينا 2008 و 2012 و 2014، المشاكل الداخلية، الإصابات، الأحداث اللي بتصير على في مسيرات العودة، الاقتتال الداخلي، كل هذه خلت عنا مشاكل نفسية أو اضطرابات تظهر بعد الصدمات النفسية. قد يكون هناك في خلل في التشخيص. البي تي اس دي أول ما بدأ الحديث عنها، بدأ الحديث في الحرب الفيتنامية آنذاك، ولأنه الجنود صار عندهم أعراض، ظهرت عليهم أعراض جسدية وأعراض نفسية ومشاكل في التركيز، خوف من الأحداث اللي صارت، فجأة بينفجر لغم أرضي، فجأة بيفقد صديقه، فجأة بيجي طلق ناري. حرب فيتنام كانت شوي آنذاك يعني من الحروب اللي أظهرت مشاكل كتيرة لدى المحاربين بعد ما انتهوا وأهليهم وذويهم اللي فقدوهم. فكانت تسمى بالبوست فيتنام سيندروم، وبعد الحرب البوست وور سيندروم، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، البوست جالف سيندروم بعد حرب الخليج. لقيوا انه كمان بعد الكوارث والزلازل، بعد التسوناميز، بعد الأشياء هذه اللي بتصير الناتشرال ميد بنسميها، كمان في ناس بتظهر نفس الأعراض اللي ظهرت على الجنود أو ذويهم. فبدأوا يفكروا في حاجة غير الأسماء اللي لها علاقة كانت بالحروب واللي لها علاقة بالكوارث. عرفوا إنه البي تي اس دي قد تظهر، أو اضطرابات بعد الحدث الصادم
قالوا في أحداث صادمة بتظهر بعدها اضطرابات، فسموها بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر البي تي اس دي حسب الدي اس ام. البي تي اس دي ايضا لها سببان، سبب بشري وسبب من الطبيعة، في حاجة بنسميها المان ميد وفي حاجة بنسميها الناتشرال ميد ككوز للحدث، مش للبي تي اس دي، للحدث مش الاضطراب. الحدث انه بيكون من صنع البشر او بيكون من صنع الطبيعة، صنع ربنا، يعني احنا بنحكي كمسلمين انه البراكين والزلازل والتسوناميز والاعاصير والاشياء هذه اللي قد تودي باشخاص او قد تودي بقرى باكملها، هذه او مدن باكملها، هذه بنسميها احنا الناتشرال ميل حسب الكتب. وفي اشياء اللي بفعل الانسان اللي هي الحروب والقتل المفاجئ والاشياء هذه كامله، الحوادث اللي بتصير على الطرق، الحروب زي ما حكينا، القصف والاشياء هاي اللي بنعاني منها احنا في قطاع غزه، هذه اكثر الاشياء عالميا بتسبب البي تي اس دي. المشاكل اللي بتظهر بتختلف من شخص لاخر، تختلف حسب العمر، الناس اللي أطفال أكثر عرضة لتطوير البي تي اس دي، عارفين أنتم إنهم ما بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم، ما بيقدروا يعبروا عن مخاوفهم، عن آلامهم، ما بيقدروا يوصفوها، بتتحول أكثر إشي سلوكي، فممكن يشخص بيهيفير وأنا يصير عندي مس دايجنوسز. الفيميل أكثر عرضة من الميل، ما عندهم هل هم مرهفين الإحساس مثلا، ما عندهم هالتجارب، ما عندهم هالخبرات أو القوة أو العقلانية الأكثر، هم عاطفيات أكثر، فممكن الأعراض اللي تكون موجودة كمان تكون موجودة لأشياء أخرى غير البي تي اس دي أو الحدث اللي لا يمثل بي تي اس دي كمان في عندهم مثل ديجنوسيس. الناس اللي عندهم ريزيلينس عالية أقل عرضة من اللي عندهم ريزيلينس أقل. الأشخاص اللي عندهم افكتيف سوشيال نتوركينج أقل عرضة إنهم يطوروا بي تي اس دي، اللي عندهم دعم مجتمعي واحتضان عائلي. الناس اللي مش هيستوري، ما في هيستوري في العائله، ممكن يكونوا اقل عرضه لتطوير البي تي اس دي من الناس اللي عندهم في العائله بي تي اس دي. ابحاث جديده بتحكي على الجينيتكس او الهيريديتي فاكتورز. في عندي كمان الخبرات السابقه اللي مرينا فيها، يمكن احنا كشعب فلسطيني شوي بنتعايش وبنعمل كوبينج مع كل الصعاب، مع كل الازمات، مع كل الكوارث، مع كل الحروب، وهذه بتعطينا خبره كبيره. الناس اللي عندهم خبره اكثر تاقلما واقل عرضه لاعراض البي تي اس دي. فالبي تي اس دي عندما تشخص احيانا، لانه التاقلم طبعا عالي والريزيلينس عالي، احيانا بتشخص في ديبريشن او انكزايتي اقل ما تشخص في البي تي اس دي. في الاطفال شوي بنتغلب الا اذا كنا عارفين انه في حدث مباشر. فعند المس دايجنوسز ار كومون في البي تي اس دي، المس اندرستاندينج برضو ار كومون، ممكن ما يعرفوش انه في حدث هو اللي مطور، ولا احنا كمعالجين نقدر نكتشف الحدث. great reasons not to focus on other issue، بنركز اكثر على السبب ما بنشوفش ايش الاسباب التانية. يعني ممكن احصائية كانت عندنا في قطاع غزة انه في عندي بي تي اس دي عالي في الاعراض اللي كانت بعد حرب مثلا 2008 لدى الاطفال، وكانت نسبة عالية جدا، 45% من اطفال قطاع غزة بيعانوا من بي تي اس دي حسب المسح الشامل اللي عملناه انذاك. كان مسح مهم جدا، لكن في كان عندي مس دايجنوس شوي في بعض الحالات، لانه كان في عندي دوميستيك فيولنس اكثر من بي تي اس دي لاجع الحرب. في عندي مشاكل عائليه في التنشئه، عنف اسري، عنف جنسي، اشياء هذه يمكن، او تحرش، يعني مش عنف جنسي، يعني في ريبنج، في اغتصاب، ما هي بي تي اس دي ريبنج، تمام. فهذا مهم جدا اركز على ما يدور حوله الشخص كامل. serious but treatable when it's present، أنا مهم نفهم إنه البي تي اس دي في الدياجنوسيس تبعنا هي خطيرة صحيح، لكن قابلة للعلاج. وعلاج البي تي اس دي إذا لحقناه في أول مراحله، أول ما تظهر الأعراض، سواء في مرحلة الأكيوت ستريس أو البي تي اس دي، بنقدر نعالج، ونسبة النجاح تفوق 80%. typically not present alone، أو بدنا نكون زي ما حكينا في مس دياجنوسيس، يبقى لازم نكون مجزمين إنه البي تي اس دي ما بتكون لحالها، يكون معها أعراض قلق وأعراض اكتئاب وأعراض وسواس وأعراض إشي. فمهم جدا نستثني، ومهم جدا نعرف في الداتا عشان نعرف نعالج. هذه أشياء أساسية لازم أكون عارفها في البي تي اس دي. وأنتوا كمعالجين يعني حيكون لكم باع طويل في تشخيص وعلاج والتدخلات مع البي تي اس دي كمعالجين كلينيكيين.
حسب الدي اس ام 5 حدد الكلاسترز اوف سيمتومز للبي تي اس دي، وهذه مهمه جدا اكون عارفها. الكلاستر اوف سيمتومز اللي هي مجموعه الاعراض، يعني هذه كل اي بي سي دي اي، الكلاسترز هذه كلها تحتيها كمان اعراض، هذه عناوين الكلاستر، عناوين الاعراض. فاول حاجه ممكن يعني لازم اكون عارفها انه يكون في عندي اكسبوجر تو تروما، ذا ستريسور اكسبوجر، يعني لازم يكون في عندي حدث صادم، ولا كيف اسمها بوست تروما ولا تروما، لازم يكون في عندي حدث صادم. اذا بتتذكروا لما حكينا في البيرن اوت والكومبريشن فاتيج، في الكومبريشن فاتيج اكثر حكينا في موضوع انه احنا بنكون سكندري تروماتايزد، يعني في المجال الصحي من كثر ما بنشوف قصص، احنا القصه ما صارت معنا لكن صارت مع شخص، الشخص هو هذا اللي هو اكسبوجر تو تروما، هو اللي تعرض لتروما واحنا شفناه وعالجناه او قعدنا معه. عشان هيك ممكن احنا القصص بتاعت المرضى تاثر علينا بالستريس وتخلينا سكندري فيكتيم، يعني ضحايا عملنا وضحايا شغلنا بالدرجه الثانيه مش بالدرجه الاولى، الدرجه الاولى هو المصاب نفسه الذي تعرض للحدث. فهنا مهم جدا يكون عندي اكسبوجر، يعني تعرض لحدث صادم او ضغط كتير. بعد التعرض للحدث بده يكون في عندي ري اكسبيرينسينج اور انتروجن، انتروجنز يعني حيكون في اقحام للافكار واعاده معايشه للحدث الصادم اللي موجود. في عندي افويدنس ونمبنج، تجنب الحدث، حنفهم شو يعني التجنب وشو يعني الافويدنس وشو يعني النمبنج، خدر المشاعر. عندي negative alteration in the cognition and mood associated with the traumatic event more than one month. هنا بنحكي انه لازم تستمر لأكثر من شهر of symptoms. وهي الفرق بينها وبين الacute stress مع اجتماع بقية الأعراض، بس الفرق في الديوريشن، لأن الديوريشن مهمة زي ما حكينا في الديسوردرز، إنه في عندي الديوريشن مهمة، هنا الديوريشن مهمة في بين اللي أفرق بين الأكيوت ستريس وبين البي تي اس دي. مارك الالتريشن إن أراوزل أند ريكفري أسوشيتد أند ريأكتيفيتي أسوشيتد وذ ذا تروماتيك إيفنتس، مهم جدا. العرض الأخير إنه يكون في عندي يقظة وتأهب زائد له علاقة بالحدث وكأنه يحدث من أول وجديد، وكأنه يحدث يعني الآن معي. حنحكي في كل تفصيل كل واحدة الآن عشان توضح معنا صورة شو يعني PTSD. أول شيء اللي هي الكريتيريون A، إنه يكون في عندي exposure حكينا أو intrusion to the traumatic event. ليش سميناه حدث صادم؟ إيش يعني صادم؟ صادم يعني sudden، يعني unavoidable، يعني unpredictable، يعني uncontrollable، ودفاعات النفسية ضعفت أمامه، ماني حاسب حسابه ولا متوقع حدوثه ولا متوقع، ولو كنت متوقع مش متوقع بهالعمق الأول أو الزخم اللي هو نازل فيه علي هذا الحدث الصادم. عشان هيك من الأهمية بمكان تقييم معنى الحدث أو تقييم نوع الحدث بالنسبة للشخص. كيف هلقيتها؟ بنشوف كيف the person has experienced، صار معه witnesses، شاهده or be confirmed with the event with an event or event that involved actual or threatened death or serious injury or threat the physical integrity of oneself or others. هو بيكون إما صار معه، وتذكروا secondary victim، secondary traumatized person اللي هو احنا بنكون في المجالات اذا ما احنا ما مش واعيين لمشاعرنا. اول حاجة بيكون صار معاه الحدث، يعني المريض هو اللي صار معاه الحادث، او المريض اللي جاييني شاف حدا قدامه صار معاه الحادث، يعني حادثة قتل حصلت امام شخص، القاتل قتل وهرب، من شاهد هذا الحدث هو فعليا لم يقتل، يمكن يمكن اللي 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 اطلق عليه النار اذا ضل عايش يضل الحدث فيه صعب، هو هذا الاكسبيرينس اللي شاف اللي صار معاه اطلاق النار. الويتنسز انه يعني سمع عن حادثه اور كونفورد اور كونفرونتد وذ او شاف الحادثه، يعني احنا ممكن نكون سمعنا عن الحادثه
بيجيني المريض بيقول لك صار معي 1 2 3، احنا ما شاهدناها، بنكون سمعناها كمعالجين، ممكن نطور احداث في احداث الصدمات الكبيره اللي صارت في 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 قطاع غزه. مثلا بحب استشهد انا بمثال كان في 2007 2008 او قبل، اللي هي الاخت الاستاذ الان هدى غاليه، عندما كانت هو تلعب على شاطئ البحر وأطلقت الزوارق البحرية قذيفة باتجاه الشاطئ أصابت وقتلت جميع أهلها. كيف كانت استجابتها؟ هي الآن PTSD، أنا ذاك مش الآن، الآن تخرجت من الجامعة وربنا وفقها الحمد لله رب العالمين. كانت بتعاني، أنا ذاك هي اللي حدث معها الحدث مباشرة. كتير في تلك الفترة شفنا أشخاص، أمهات أطفال عانوا من أعراض البي تي أس دي لأنهم شاهدوا حدث هدى غالي عبر شاشات التلفاز. هم ما صار معهم الحدث، هدى اللي صار معها الحدث، لكن هم شافوا عبر شاشات التلفاز وطوروا أعراض لبي تي أس دي كاملة، نفس الأعراض اللي كانت مع هدى غالي اللي حنشوفها كمان شوي. فالحدث يجب أن يكون صادم، يجب أن يكون مفاجئ، يعني لا يمكن تجنبه ولا يمكن التحكم فيه. أصابني بالذعر، عمل لي تهديد حقيقي واقعي، إما تهديد جسدي أو تهديد نفسي مع بعض، يعني لو أطلق على النار أجاله تهديد جسدي تهديد نفسي، في فقدان، في خوف، في رعب، في ردات فعل جسدية. هذه مواصفات الحدث الصادم الأول، إنه صار معاه أو شاهده أو سمع عنه. الكريتيريون الشرط الثاني في الحدث الصادم ان البيرسونز ريسبونسز انفولفد انتنسفير هيلبلسنس اور هيرور، الحين دفاعات النفسيه ضعفت امام هذا الحدث الصعب الكبير، فهنا ممكن يصير نتج عنه شعور بالخوف او بالرهبه او بالرعب او بفقدان الامل او بدموع الاجل، انه انا حموت يعني. وهذه من الاشياء اللي بتضلها معاشه ما بعد الحدث، انه عدي متت، صرت أفكر بالموت، مش لأنه اكتئاب، لأن الحدث ماله مش محلول. وهنا مهم جدا نحكي عن حجم الحدث ونوع الحدث هو meaning of event. في ناس يعني ممكن يكونوا إخوان أو أهل دار كاملين انقصف بيتهم، في ناس منهم طورت PTSD وفي ناس منهم قالت الحمد لله وكملت حياتهم ما طورت PTSD. السؤال هنا why؟ الاثنين الإخوة أحدهم طور وأحدهم لم يطور. عنصر المفاجأة مهم، عنصر التوقع مهم، عنصر قوة الحدث مهم، الأهم من ذلك meaning of event، معنى الحدث اللي صار. هل هو معنى الحدث أنه انتهت الحياة ولا أمل؟ معنى الحدث أني شارفت روحي على الانقطاع وأنا حسيت في لحظة أني فاقد لكل الطاقة وفاقد لكل أهلي وفاقد لكل دفاعات النفسية، ولا ايش السبب اللي ولا ايش المينينج تبع الحدث اللي صار معي. امهات الشهداء ورد فعل الاول مثلا، هي ما بتكون عارفه انه ابنها شهيد، ابنها بيكون ضمن مثلا مجموعه مقاومه ضمن كتائب معينه، بتعرف انه بيروح، في ناس ما بتعرفش انه ابنائهم بيرابطوا او بيجاهدوا، لكن انا بدي احكي لك حتى اللي بيعرفوا انهم بيروحوا لكن بيكون عندهم خبر او عندهم توقع، لكن متى سيحدث هذا التوقع ما حدش عارف. الآلية اللي بصير فيها كلنا متوقعين، بيكونوا احيانا بس مش حابين يفقدوا ابنائهم وان كانوا شهداء، لكن لما تحدث حادثة الاستشهاد بنشوف امهاتنا ايش بصير معاهم. بردة فعل الاولى يطلقنا الزغاريد والشهيد طالع. شوية شوية المينينج بيفرق يعني، تمام. المينينج الاساسي لانه احنا يعني الحمد لله اصحاب دين وأصحاب قضية، المينينج إنه ابني شهيد بإذن الله وسيشفع في أهله وسيشفع في أمه وفي والده. المينينج إنه دفاعا كمان عن الوطن، المينينج إنه الشهيد يغفر له من أول قطرة من دمه لأنه أصحاب قضية. هذا المينينج بتخلينا شوية نفكر بإيجابية، وما عند الله خير وأبقى، وأكيد ربنا هيعوضنا خير وربنا يرحم الشهداء. هذه بتخلينا نفكر أكثر بإيجابية وبيعطينا أكثر صلابة، عشان هيك الشعب الفلسطيني يودع شهداء بالزغاريد والهتافات والهتافات الوطنية العالية. ليش؟ لأنه المينينج بيختلف.
هي شو صار بعد هيك؟ فقد بعد هيك الفرق بين الفقدان، حكينا الفرق بين الفقدان وبين الاكتئاب وبين كذا يعني، وبين البي تي اس دي بفرق. الفقدان رياكشن طبيعي، البي تي اس دي مش طبيعي، يعني هي ردة فعل طبيعية لحدث باعتباره مش طبيعي. بدنا نفهم اشياء اساسية، انه بدنا نتذكر دائما انه البي تي اس دي لا تساوي التروما، ولا التروما يعني anything bad. مش كل بي تي اس دي معناها تروما، ممكن يكون احد اسبابها التروما، ومش كل تروما بتعمل لي بي تي اس دي، ومش كل تروما يعني اشي صادم anything bad. لا، ممكن التروما بتقويني، ممكن التروما حتصمدني، حتخليني عندي experience، حتخليني اكتشف حالي واكتشف دفاعاتي اكثر. وفي تروما احيانا بتكون سعيدة، المكسب يعني بعض اللي بيطلع لهم جوائز غير متوقعة، اشياء زي كذا، هذه تروما، بس تروما فرح، تمام، مش تروما سيئة، مش تروما ممكن تأثر على المريض. اللي يبقى البي تي اس دي لا تساوي تروما ولا تساوي anything bad. التروما does not always lead to بي تي اس دي، بالعادة مش كل تروما بتؤدي للبي تي اس دي. التروماز mainly to PTSD but then the person recover. وإذا صار عندي PTSD وتم الشفاء، تم المتابعة، حيكون في شفاء عندي أو يكمل حياته عادي. And many bad things happened to people affecting them deeply that are not trauma. في كتير أشياء بتصير معانا بتأثر بشكل عميق لكنها ممكن ما تكون تروما، ممكن ما تشكل تروما، مش كل شيء بيأثر بشيء بعمق هو عبارة كمان عشان التروما. يعني حرمان من الميراث، مقاطعة الإخوة لأخواتهم، شوية يعني البايز في الجامعات أحيانا في موضوع العلامات، كتير أشياء هان، وهي إلها مينين كمان حسب الطالب، ممكن ما يكونش بس الطالب عامل أوفر فاليو. هي لما بنطلع على هاي الأشياء بتعمل ديب، الغيرة بتعمل ديب اللي بينفول، تمام، إشي يعني نفسي أقدر أوصل بس مش قادر، هاي بتعمل ديب لي رياكشن وقد تطور ل ل لسوسايد، لكن ما معنى ذلك إنها إيش التروما، تمام. هذا إشي أساسي ممكن بدي لازم أكون ملم فيه عن التروما، عن الأعراض، أخذنا كريتيريون إيه وشو هي التروما وشو هو التروماتيك إيفنت. الجزء الثاني إن شاء الله من اللقاء سنكمل عن باقي الأعراض إن شاء الله رب العالمين والعلاج. يعطيكم ألف عافية.